والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خير معلم وخير قائد أنزل للناس. اليوم برنامج إعداد القادة 2020 بورسعيد دبلوم الترقي الأول على مستوى الجمهورية المعتمد، ختم شعار الجمهورية وتوثيق الخارجية المصرية برعاية الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية ورئيسها دكتور عماد النبيل، برعاية البرلمان المصري لخبراء التدريب والتنمية البشرية ورئيسها دكتور وليد نجم، فريق ستارز تيم بورسعيد للتنمية البشرية بقيادة الدكتور وليد نجم وبالتعاون مع مركز تدريب القاهرة وأكاديمية رواد الوطن العربي بقاعة زرقاء اليمامة بنقابة المعلمين. أهلا بكم. أولا إعداد القادة يحاضر به الدكتور وليد نجم، الدكتور محمد الصرافي، الدكتور عبير خليل، وبرنامج الأول الاختباري النفسي محاضر مساعد الدكتور الأستاذة نهلة أحمد. أهلا بكم. هنعرض إن شاء الله بإذن الله البرنامج اللي هيكون عليه التدريب. هنتعرف على دكتور وليد نجم رئيس البرلمان المصري لخبراء التدريب والتنمية البشرية، قائد ومؤسس للتدريب والتنمية البشرية في ستارز تيم، محاضر ومدرب دولي بالهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية، محاضر ومدرب معتمد جامعة عين شمس، محاضر ومدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، محاضر ومدرب معتمد لمركز إعداد القادة التربوي، محاضر ومدرب معتمد برنامج الرقابة الإدارية مكافحة الفساد المالي والإداري، ومنسق عام محافظة بورسعيد للمدربين العرب، صاحب أول موسوعة علمية في التربية والتعليم كل ما يخص العملية التعليمية، ويقدم برنامج الاختبار النفسي، محاضر مساعد أستاذة نحلة أحمد، مدرب معتمد جامعة عين شمس، ومدرب معتمد تعديل سلوك. سوف يكون المحاضرة الأولى مع الدكتور وليد مع الأستاذة نحلة. أهلا بكم.